أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة عن الحياة والصحة وما يهدد الحياة. حياتنا طبعا هي أغلى ما نملك، ولعلكم شاهدتم وسمعتم وقرأتم عن مرض الإيدز. فإنني أدعو كل فرد مهما كان سنه ومهما كان توجهه الثقافي ومستواه الاقتصادي والاجتماعي أن يصحبنا في هذه الرحلة، فهو فعلا سوف يستفيد. يسرنا أن نلتقي في هذه الرحلة ويصحبنا فيها الدكتور عبد الله الباكر، رئيس أقسام الجراحة مستشفى حمد. أهلا وسهلا دكتور. في البداية نود من الدكتور عبد الله أن يعطي الأخوة المشاهدين فكرة عن مرض الإيدز، ما هو الإيدز ومنشأ وانتشارا وأثرا فيما بعد. مرض الإيدز يعتبر كارثة بالنسبة للصحة العامة والعاملين في الصحة العامة. نعم. وهو كلما استمر وكلما كثر الضحايا كلما أكد أنه هو فعلا كارثة. ومرض الإيدز هو مأخوذ من كلمة Acquired Immune Deficiency Syndrome، وهو مرض نقص المناعة المكتسب، اللي هو باللغة العربية الفصحى التناذر نقص المناعة المكتسب، وهو يحدث نتيجة لفيروس يصيب حاليا، طبعا فيروس يصيب جهاز المناعة في الجسم ويعيق هذا الجهاز من أداء مهمته في مقاومة أي نوع من الإصابات الميكروبية بمختلف أنواعها. طبعا حتى نعرف كيف تحصل إصابة لابد من معرفة ما هو جهاز المناعة. لو نظرنا للرسم الموجود في الجانب الأيسر من الرسم، عندما يدخل إلى الجسم أي جسم غريب كالفيروسات أو كالميكروبات بجميع أنواعها، فأن الخلايا البلعمية الكبيرة اللي فوق بالأبيض تكتشفه كجهاز إنذار وتبلغ عن الخلايا اللي مكتوب عليها تي، اللي هي التي. هذه الخلايا لها قدرة كبيرة على الانقسام، فتنقسم فتفرز 5 أنواع من الخلايا، أهمها الخلايا المساعدة، وطبعا في خلايا أخرى اسمها المهبطة، وخلايا تفرز الليمفوكاينز، وخلايا طبعا للذاكرة، وخلايا قاتلة. الخلايا المساعدة تقول للخلية بي، اللي هي بي، تقول لها في جسم غريب موجود في الجسم دخل. فتقوم هذه تتحور إلى خلايا بلازما وتقوم تقاوم الميكروب بأنها تطلع منها مضاد الأجسام يقتل هذا الجسم الجديد، أو تهاجم أي خلية دخلت الجسم. هذه الطريقة العادية للإنسان الصاحي والسليم، ويحصل في اليوم ملايين المرات. نأخذ الجزء الثاني من الرسمة اللي هو الجهة اليمين. الجهة اليمين هذه تصور دخول الفيروس. هذا الفيروس لأنه يحمل علامات مشابهة للخلية تي، فلا تكتشف الخلية البلعمية، يعني جهاز الإنذار ما يعرف عنه، فيمر رأسا يروح الخلية تي وبالذات الخلايا المساعدة، فيقوم يدخل داخلها ويعطل عملها، فتصبح الخلية بما حد يقول لها في جسم جديد، وبالتالي الفيروس يتمكن من الإنسان ويقتل مقاومة الجسم لبقية الخلايا. هذا هو الفيروس كيف يدخل إلى الجسم. هذا الفيروس الآن في الوقت الحاضر لم يتفق على تسميته عالميا، ويأخذ 3 أسماء: اسم اللاب الاي في، هو لانه مكتشفه اللي هو مونتينييه، لوك مونتينييه في فرنسا، اكتشفه في مايو سنة 84، سمى لاب لانه حسب اعتباره ودراسته يعتقد انه من نوع من الفيروسات. الدكتور قالوا، روبرت قالوا، في امريكا اكتشفه بعد ما يقرب من سنة، وقال لا، هو نوع من فصيلة HTLV رقم 3 اللي هو نوع الإنساني من هذا النوع من الفيروس. جاء بعدهم واحد اسمه ليفي من سان فرانسيسكو، قال لا، أنا اكتشفت الميكروب، صحيح هو لكن في اختلاف عن الميكروب مالكم، واسمه ARV
طبعا الآن بعد الخلافات اللي صارت حولت إلى لجنة عالمية لتصنيف الفيروسات، وينتظر لجنة عالمية توصل إلى قرار بتسمية الفيروس. وطبعا المهم أن الناس تعرف أنه حتى الآن في معركة كبيرة بين الفرنسيين والأمريكان لتسجيل براءة الاختراع، وكل يدعي بأنه هذا الفيروس هو اللي اكتشفه أول، لأنه من خلال الحصول على البراءة الآن ليحصل الفحوصات الطبية الأخيرة والمختبرات فيها ملايين الملايين، ولا تزال العملية قائمة بينهم معركة، وفي احتمال تحويلها للمحكمة والمحكمة الدولية في الموضوع. دكتور إذا سمحت ننتقل إلى المنشأ. طبعا اختلفوا الـ يعني المفسرون وحتى بعض العلماء على منشأ الإيدز. هو فعلا الإيدز يعني كأي مرض دائما الجماعات الوبائيين أو اللي يدرسون دراسات وبائية يبحثون ما أين جاء. وكثر النقاش حوله، لكن يتضح من الدراسات الأخيرة أنه هذا المرض أولا متوطن في أفريقيا. وهناك تقريبا 20 دولة في أفريقيا في الوقت الحاضر مصابة، لكن الغالبية مع الأسف لا تعلن عن هذه الإصابات، ما عدا طبعا زائير، فيها دراسات من زائير، وفي دراسات من رواندا، وفي أخيرا دراسات من نيروبي ومن يوغندا. من يوغندا بالعكس الأكثر من الشكل، أنه بعد ما بدأوا الآن يتكلمون عن الدراسات، عقب ما بدأوا يتكلمون عن الدراسات قاموا ولقوا في مرض كان يطلع سابق اسمه يسمونه سليم ديزيز، يعني مرض الواحد يضعف. فكان واحد فعلا يضمحل من الضعف فيسمونه أن هذه فعلا معامر العمل يعني رجيم، لكن في الواقع هو كان إصابة بالفيروس. طبعا احنا نبغي نشوف سلايد حتى نبين هو أنه هو هذا المرض، أنه هو هذا المرض، هذا المرض في أفريقيا. يقولون الآن فعلا اكتشف أنه هذا القرد اللي هو القرد الأخضر الجرين مانكي، اكتشف أنه فيه نوع من الفيروس هو السيميان، يعني نوع من الحيواني يشبه إلى حد ما فيروس الإنسان. وهذه طبعا بدأت دراسة عليه الآن، ويعتقد لأنه هذا الحيوان يعيش مع الناس في أفريقيا، يعتقد أنه من خلال عضات عديدة كان يعض الناس بشكل متواصل، احتمال أن الفيروس انتقل منه إلى الإنسان وتحول من شكل حيواني إلى الشكل الإنساني الحالي. طبعا هذا اكتشاف في هذا القرد ربما يفيد العلم في أشياء كثيرة، من ضمنها أولا أنه أغشية من هذا القرد كانت تأخذ للمختبرات لاستعمالها البيولوجي، فالآن طبعا يبي يتأكدون فيه الفيروس ولا لا. رقم 2، في احتمال كبير أنه من خلاله أنهما يستعملون الفيروس لتطليع الطعم المضاد، واللي هو قد ينفع فعلا بتطعيم الجماعة الغير مصابين. بالنسبة لأفريقيا نرجع مرة ثانية ونقول، وجد في زائر بأن 4-8% من البالغين مصابين في زائر بالمرض. الله. بالتجربة اللي طلعت أخيرا اللي هي الإليزا وأنواعها المختلفة، الآن في تجارب كثيرة هتكلم عنها بعدين. وجد أنه 38% من الأطفال مصابين في زائر، وجد أنه 20% من الأطفال في رواندا مصابين. وجد أنه أيضا بالدراسات أنه تقريبا 80-90% من العاهرات في نيروبي مصابين. وهذه طبعا اتضح أن المرض فعلا بدأ من أفريقيا وانتقل إلى، في سلايد لو نشوفه إحنا رسمينا عشان يبين لنا الخريطة. الخريطة. وانتقل هذا المرض من أفريقيا الوسطى إلى جزر الهايتي. حتى سمعت إنه الهايتي طبعا كان الأول ما طلع في الهايتي، وراح إلى سان فرانسيسكو ولا نيويورك وبعدين طبعا فلوريدا. ليش؟ لأنه أصلا هايتي تعتبر بالنسبة للشواذ الجنسيا الأمريكان مركز لتجمعهم، يعقدون فيه مؤتمرات حتى. وطبعا هناك اختلطوا بالجماعات اللي من هايتي اللي محصلين المرض من افريقيا. في جهة اخرى انه في مرض انتقل عن طريق الافريقيين الى اوروبا، او عن طريق الاوروبيين بالذات البلجيكيين والفرنسيين اللي عايشين في وسط اوروبا ونقلوا المرض اليهم. هذه هي الموقف الاخير بالنسبة، الا ان هناك طبعا جماعات يقولون في احتمال يكون انتقل عن طريق اوروبا وراح افريقيا وفريق انقلت. طبعا ما حد يعرف يعني الاكيد، انما هو الواقع الحالي هو انه هو كان المرض فيه. لكن مع الاسف انا هي نقطة مهمة جدا اود اقولها، مع الاسف بعض الدول في الدول النامية تعتقد بانه الخدمات الصحية جيدة اذا ما في مرض. فاذا طلع مرض كالكوليرا او كاي شيء اخر تخبي عنه وتخشه. انا اعتقد بأن فعلا المرض إذا اكتشفت الخدمات الصحية يعتبر فعلا رقي في الخدمات، يعني الخدمات الصحية الجيدة
هي تعرف المرض وتقول حق الناس، وهذا فعلا يخليه ان الناس تثق فيها وبالتالي تحاول تمنع نفسها او تحاول انه ما يصير هذا المرض. دكتور اذا سمحت لي، طبعا احنا في نقاشنا اليوم نناقش حياة او موت بالنسبة للكثيرين، فيجب أن نكون صريحين أكثر، وليعذرنا الأخوة لو يعني دخلنا في الصراحة أكثر وتحدثنا عن حالات الإصابة بالإيدز، كيف ينتقل؟ طيب. الإيدز لو خذناه دراسة وبائية، نعم، بدأ في أول ما بدأ في سنة 81 يعرفون عنه، طبعا كان موجود، لأنه بنقول ليش كان يعرف كان موجود من سنة 81 حتى آخر أكتوبر 85. عدد الحالات اللي أصيبت في العالم حسب إحصائية الصحة العالمية 15,000 واحد. المرضى منهم، طبعا أنا راح أستعمل كلمتين مختلفتين، المرضى والمصابين. المرضى هم اللي راحوا خلاص صادهم المرض، والمصابين اللي فيهم الفيروس لكن ما عليهم علامات المرض، وهذول أيضا خطرين لأن ينقلون المرض. المرضى عددهم 15,000 شخص، 14,000 حالة منهم في أمريكا، وتوزعت الحالات في أمريكا، بنشوف خارطة بعدين عنهم، عديدة عليها في أجناس مختلفة في أمريكا. ويقدر الدكتور كوران اللي هو رئيس شعبة أو قسم في مركز مكافحة المرض الأمريكي اللي هو CDC، اللي هو هذا المركز لازم يعرف من يحصل أي مرض في أمريكا يتبلغ هذا المركز، وله جماعة مثل جواسيس في كل مكان يتبعون المرض ويسجلون، وله سلطة قضائية وضبط يقدر يأمر أي مركز يسكره. نعم. وهذا عند الإحصائية. طبعا التوقعات اللي عندهم أنه في أمريكا بعد سنتين سيكون فيها 40,000 مريض، الله، وأنه في آخر عام 85 سيكون هناك 1,000,000 مصاب. والكلام اللي يقوله كوران واللي يأكدونه كل الجماعات الآخرين، بأن المرض لا يتوقع أن يوجد له علاج قبل سنة 90، ولا في إمكانية أن يوجد له نوع من التطعيم قبل في الفترة دي نفس الشيء. فإذا في 5 سنوات، إذا في الآن 1,000,000 في أمريكا بس، طبعا أوروبا فيها ما يقرب من 1,000، وتقودهم أمريكا ويجون بعدهم البقايا. ومشكلة دكتور أن المرض كذلك لا يكتشف إلا بعد أن يتمكن من الإنسان، هو هذه الحقيقة. لأنه المرض عندما يصاب الإنسان بالفيروس هناك فترة حضانة، خلينا نسميها فترة تقاس من 2 إلى 5 سنوات، وفي بعض الحالات في الأطفال طلع بعد 1.5 سنة. ربما يكون السبب في الأطفال الرضع بالذات، يكون أصل جهاز المناعة في الأطفال الرضع ضعيف للحين ما تكامل، فهذه السبب. طبعا هناك حالات، حالة واحدة تقريبا سجلت ممرضة ادعت بأن الفيروس طلع فيها بعد 50 يوم من مزاملتها المريض، ودعت شكت إبرة، لكن هناك تشكيك في وضع الممرضة بأنه طلع فيها المرض فيه. إنما يعني شكل المرض كيف يطلع فيه، هذا أيضا مهم. نقول المرض اللي يصيبه في 4 أشكال منه. والآن صار أشكال كثيرة. الشكل الأساسي وهو المرض اللي عرفه مركز مراقبة المرض في أمريكا، هو الذي يصيب الإنسان ويجب أن يظهر في شكل واحد أو اثنين. هو مرض قابوسي، يعني سرطان قابوسي، ومرض إصابة ميكروبية والتهاب في الصدر، نيومونيا، أو الاثنين معا. طبعا مرض قابوسي موجود، لو شفنا السلايد بنقول مرض قابوسي. مرض قابوسي، هذا قابوسي شخص في النمسا اكتشف هذا المرض في القرن 19، لكن المرض اللي اكتشفه كان في الجماعات الاشكنازيين واليهود، وكان يطلع في سن ما قبل 60 سنة، أو يعني بحدود 60 سنة وما فوق. هذا جسم إنسان دكتور، هذا جسم إنسان. هذا مرض قابوسي اللي يطلع في الإيدز، انتشاره مخيف وسريع في أنحاء الجسم، بقع حمراء موجودة في كل أنحاء الجسم وسريع الانتشار، ويطلع في سن مبكرة لأنه في سن بين 30 وما فوق وقت إصابه، حتى في الأطفال لو أصابهم المرض، ويكون أما على شكل هذا أو السلايد اللي بعده، يطلع في شكل بقعة واحدة، السلايد اللي بعده بقعة واحدة تتركز وتحمر. هذا نوع من سرطان الجلد، ويعتقد أنه فيروس اسمه سيتوميغالوفيروس يسويه، وهذا الفيروس أصلا ضعيف. لولا الفيروس ضعيف، لولا أنه جهاز المناعة في الجسم أصبح ضعيف لما يستطيع الفيروس أن يسوي هذا المرض.
طبعا أفريقيا وجد أنها مصابة بكمية كبيرة جدا، وبالذات في زائير موجود، وأنه في مجموعة كبيرة منهم هذا المرض منتشر، فهذا كان أحد الدلائل أنه في وجود سرطان قابوسي. طيب. النوع الآخر من المرض هو الحالات المتعلقة بالإيدز، اللي هو الإيدز ريليتد كومبلكس بالإنجليزي. هذه الحالات يجب التنبه لها. هذه مجموعة من العوارض تصيب المصاب أو المريض، تظهر في شكل حرارة مرتفعة، عرق أثناء الليل، تظهر في شكل إسهال مستمر، تظهر في شكل نحافة في الوزن، تظهر في شكل اختلال بعض الأحيان في العقل، لأنه الميكروب الآن أثبت أنه يصيب الجهاز العقلي أو الجهاز المخ، ويأتي عدة أنواع، نوع حتى ممكن يوصل إلى مرحلة الجنون والقيام بأعمال غريبة ومختلفة. يأتي في شكل أنيميا أو فقر دم، ويأتي في شكل بعض الأحيان بقع تنتشر في الجلد نتيجة لأن الصفائح الدموية تكون قلت أو مصابة. طبعا بعدين يأتي في أشكال مختلفة اللي هي نتيجة لتعرضنا احنا للميكروبات المختلفة، لان الجهاز المناعي عندما يضعف كل الميكروبات الضعيفة الميتة اللي بعضها عايش في جسمنا يقوم ياكل فينا. كل انواعها منها سواء كانت فيروسية او كانت ميكروبية، حتى لدرجة اخيرا يتكلمون عن السل اللي كان اختفى في امريكا وفي بعض الجماعات بدأ يطلع اخيرا، بدأ يقوى ويطلع في الجماعات اللي من زمان اختفوا وتعالجوا، لانه خلاص ما عاد في مقاومة في الجسم تقاومه، وبدأ فعلا يظهر في شكل ويطلع ايضا. الحين مشكلة مو بس الايد، صار بعد السل يعاد الناس من خلال الايد. طبعا في انواع اخرى، في نوع هذه اكتشفوه في كندا وبدأ العالم يعرف عنه، انه يطلع بس في الغدد. ولو شفنا السلايد حتى بننبه الناس انه انتفاخ، السلايد الجاي انتفاخ هذا جسم الانسان، يصور الغدد في مختلف محلاتها. طبعا انتفاخ غدتين او مجموعتين من هذه الغدد بدون اي اسباب، لابد ان ينبه الشخص ان يروح للطبيب، لانه احتمال ان يكون مرض الايدز هو السبب. الجانب الايسر من الجسم، طبعا الجانب قدام واحد يمثل، وجانب واحد اللي هي اليمين يمثل وراء الجسم. نعم. فهذه طبعا موجود في الرقبة، وموجود في المنطقة الحوضية، وموجود وراء من الجهة ذي في منطقة وراء الركبة. نعم. وموجود وراء في منطقة الابط ومنطقة وراء الكوع. طبعا بالعنق موجود كميات كبيرة، وهو نعم. المكان اللي معروف عنه. نعم. في نوع آخر رابع، وهو الأشياء المتعلقة. أحسن ما شئت، الآن كل يوم يطلع مرض مرتبط فيه يقولون هاي العلاقة بالإيد. هذه هي الأشكال اللي يطلع فيها مرض. طيب دكتور، إذا سمحت لي نعود ونذكر الأخوة المشاهدين بمسببات الإيدز وطريقة انتشار العدوى فيه. هو لا شك الآن الكلام المضبوط يقال ومعترف فيه، والعلم يؤكده، أن الإيدز مع أنه طلع من حيوان أو فيروس، لكن انتشاره سبب التغير الكبير في سلوك الفرد، في السلوك البشري. وهذا اللي متعب العلماء، وهذا اللي مخلي السلطات الصحية في أي مكان تواجه الأمور بعجز، بالذات في الدول الغربية، انطلاقا من مبدأ خاطئ في الحرية مفتوحة السلوك الفردي الشاذ، هو سبب انتشار المرض. لو أخذنا مثل 92% من الإحصائيات بيّنت أن هذا المرض يقع في الشواذ جنسيا، وفي الجماعات اللي يتناولون المخدرات عن طريق بالذات الحقن. وطبعا في الآخر البقايا المساكين 9-8% انتشر لهم لا حول لهم ولا قوة. نعم. اللي بنتكلم عنهم بعدين. نعم. 75% من ذولي انتشر في الشواذ. في إحصائية لتؤكد ذلك، راحوا مجموعة معهد السرطان الوطني في أمريكا، درس من سنة 82 حتى 85 على 5 مجموعات، خذ جماعة من الشواذ وأصحاب الإبر، ما مرضى ولا فيهم شيء، واتبعهم. خذ 85 شاذ من نيويورك، وخذ 160 شاذ من واشنطن، وخذ 250 شاذ من الدنمارك، و56 متعاطي مخدرات بالإبر من نيويورك، و69 من بنسلفانيا مصابين بمرض الهيموفيليا، وهو مرض الدم احنا بنتكلم عنه بعد شوي. نعم. وتبعهم بعد 4 سنوات وبعد 3 سنوات، والنتيجة كانت كالتالي. المجموعة الأولى مال نيويورك 54% منهم أصيب بعد 3 سنوات، صارت دماغهم إيجابية بالفحص بالمكان الجدد. 20% من هذيلة صادهم المرض، و25 منهم أصابتهم الأشياء المتعلقة المرض، الإسهال والحرارة وكل أشياء. المجموعة الثانية
26% منهم نتائج إيجابية، 12% منهم المرض، و11% أشكال متعلقة. المجموعة الثالثة 10% نتائج إيجابية، و8% أصيبوا المرض. المجموعة الثالثة 46 منهم نتائج إيجابية، و4 منهم أصيبوا المرض. والمجموعة الرابعة 38% منهم نتائج إيجابية، 7 أصيبوا المرض و19 بأشكال. يبين لك أنه فعلا هذول هم المجموعة اللي فعلا خطرين على المجتمع. لكن المجتمعات الغربية يعني يبين لك أنه في شخص مدير الخدمات الطبية في سان فرانسيسكو، سيلفرمان اسمه، شاف المشكلة، مسؤول عرف انه في حمامات الجاكوزي هذه منتشرة في سان فرانسيسكو اللي تقوم فيه هذول الشواذ، وعرف انه اكيد لانه سكرون الانوار وغرف خاصة ويقعدون يمارسون العملية فيها، فجاب قرار قال يناقش الموضوع مع جماعة هل نسكر او لا الجماعات اللي مؤمنون مبدأ الحرية. طبعا في امريكا قالوا هذا القانون بيثر عليك والسناتورات وكل الجماعات، فقال احسن شيء لانك لو سكرته هذول بيروحون تحت الارض وبيسوون العمليه بدل المكشوف بيكونون بالخش. نعم. طبعا منطق مقلوب وعكسي، واللي يعني هاي مبدا الحريه مشكلته يعني. أي. فقام قال لهم لا، اذا لا تسكرون الانوار وخلوا الغرف مفتوحه. لقى الامر زاد، قام تكلفه، طبعا هو الميزانيه عنده، صدر قرار منه بعنف ان يسكر المحلات. راحوا اشتكوا للمحكمه، القاضي وقف في صفه. الله. لكن الموضوع ما انترك، لا يزالون الجماعات يطلعون في صحفهم ويحددون في الانتخابات في مستقبلنا ما يعيدونه، ولهم قوة في الانتخابات، وهذه المشكلة. احنا طبعا الحمد لله الأشياء هذه مو موجودة بهالشكل هذه يعني، لكن بعد نتخوف انه في مجتمعنا محتمل في شيء تحت الأرض ما نعم. فلذلك هو هذه اذا السبب الأساسي هو التغير في سلوك الفرد. الجماعات الآخرين اللي يصيبهم المرض هم الجماعات اللي نساء ذولي، او النساء اللي يزاولون معاهم الجنس من العاهرات، او اولاد النساء او اولاد ذولي المصابين بالمرض، او الجماعات اللي مارسوا الجنس مع اللي خذوا الدم، او جماعات خذوا دم او مشتقات الدم من اي مكان اخر. وهالمناسبة احنا بنتكلم بعدين ان شاء الله عن قطر عن الدم، ضروري نتكلم عنه لمصلحة الناس. او الجماعات اللي خذوا بعض العناصر اللي فيها الدم، هذه الجماعات مختلطة محسوبة. جماعة الهيموفيليا بالذات جماعة مساكين عندهم مرض نقص من 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 عامل من العوامل اسمه عامل 8، والنوع الثاني بي اللي هو عامل 9، هذول يصابون المرض يحتاجون العوامل. العوامل ما يقدر يجيبها في السابق الا من خلال تجمع مجموعه من الدم من الناس وتطلع العامل منه وتعطيهم اياه حتى ما ينزفون اثناء العمليات او لو اصابهم اي جرم. الحين طبعا فطنوا الى الموضوع، فقاموا طبعا طلعوا نوع من العوامل المسخن، والعوامل المسخنة بدرجة معينة فعلا تقضي على الفيروس. دكتور عبد الله، يتردد كثيرا بأن الفيروس كان موجود في أفريقيا مثل ما تفضلت منذ عقود وليس من الآن، فكيف انتشر بهذه السرعة وفي دول أخرى كأمريكا وأوروبا؟ في الواقع أنا قلت أن الفيروس له علاقة باتصال أفريقي، والذي محير العلم طبعا انتشاره بهذه السرعة. نعم. في عدة توقعات، في طبعا جماعات يقول لك انه طبعا انه نتيجة لدخول الميكروب الى الدم والى الحيوان المنوي ينقله نتيجة الممارسات، يحصل بعض الجروح الصغيرة سواء كانت في الذكر او في الانثى فينتقل اليه. لذلك طبعا الان قاموا ينبهون انه في حالة الجرح لازم الواحد ياخذ باله. في الان تنبيهات قوائم طويلة في المستشفيات لكيف يتعامل الممرضين والدكاترة والعاملين في المستشفى مع المجروحين من ذولي، حتى توجيهات الى ذول الجماعة المصابين او الخطرين عندما ينجرح ماذا يعمل. وطبعا هو عشان انتقاله لابد، انتقال المرض لابد يحتاج الى وجود فعلا مادة سائلة وجرح للانتقال من خلاله، يعني لابد مهما كان جرح صغير حتى لو بين الميكروسكوب يعني هذا مهم. لكن العلم ما يقدر يفسر كيف فجأة هذا المرض اللي أصلاً كان فعلاً موجود بعضه، حتى في دراسات الآن في مجموعات من الدم جمعوها في 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 يوغندا من في سنة في السبعينات، والحين لما رجعوا لها يفحصون لقوا فيه ميكروب الإيدز. فطبعاً هذا المرض كان موجود، لكن اللي خلاه بهذه السرعة للحين شغل. طبعاً بعض العلماء يقول لك إنه محتمل يكون الجماعات بالممارسات الخاطئة قاموا نزلوا مستوى جهاز المناعة عندهم، وجهاز المناعة ما دام نزل أصبح فعلا قابل للتأثر. هذا التفسير البسيط. طبعا من الكلام هذه في بعض الدراسات بينت بأنه الكحول والإسراف فيه يقلل من جهاز المناعة قوته، أن تعاطي المخدرات
أكيد يقلل من جهاز المناعة، وبالذات المخدرات تؤخذ بالحقن والمخدرات المستنشقة، وبينت استنشاق فعلا ممكن يعمل تخريش في 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 جهاز البلعوم، وبالتالي يؤدي إلى انتشار الميكروب حتى عن طريق اللعاب في أثناء القبلة. وبينت أيضا أن الجماعات اللي يصابون من النساء من العلاقات الجنسية الخاطئة بالميكروبات بالسيلان وبغيرها من الميكروبات بالتكرار يؤثر على جهاز المناعة ويقلل قوته، فبالتالي يجي الفيروس ويلاقي جهاز مناعة ضعيف يقوم يضعف زيادة وينتشر. هاي التحليلات العلمية الحالية، إنما كل العلماء محتارين كيف فجأة هذا المرض بدأ فعلا ينتشر بالشكل اللي هو أصبح مروع ومخيف. دكتور عبد الله، في عقار يسمى سورامين تناقلت وكالة الأنباء وبعض الصحف، فما مدى مساهمة هذا العقار في قضاء أو الحد من الإيدز؟ في 100 عقار حتى الآن موجودين وأسماء مختلفة وأرقام عليهم، والسورامين واحد منهم. السورامين طبعا صار الكلام عليه، لأن السورامين كان أصلا نوع من العقارات كان يستعمل لعلاج بعض الطفيليات الترابينوزوما اسمه. وطبعا لما جو جربوه في مرض الإيدز عرفوا أنه فعلا يقدر هذه العقاقير كلها توقف نمو الفيروس. مثل ما بينا في الصورة الأولية اللي احنا قلنا عنها بالجهة اليمين أن الفيروس يهاجم الخلية تي، لما يدخل بالخلية تي يقعد فيه يعيش. كيف ينتشر الفيروس؟ الفيروس ينتشر أنه الخلية تي لما تتكاثر الفيروس يستانس يقوم ينتشر، هو يتكاثر معاه. لأنه شو يسوي الفيروس؟ يجي وينقلب إلى شيء بروتيني يدخل في التكوين الوراثي للخلية، فيقوم يأمر الخلية تطلع أشكاله. بدل ما الخلية تأمر نفسها تطلع أشياء، يقوم يأمر الخلية تي يقول لها طلعي مثلي وتطلع فيروسات. فإذا أي فيروس أي مكروب آخر يجي يصيب الجسم، تقوم الخلية تحاول تي مسكينة تتكاثر، فيقوم الميكروب يطلع في الجسم. هذا الشيء السورامين يوقف هذا التكاثر، لكن مجرد ما يوقفونه بعد أسبوعين ترجع مرة ثانية القضية. وطبعا مشكلة الأدوية في أي مكان في العالم، أي دواء لا يوجد دواء الى الان سليم 100%، حتى الاسبرين مثل ما تكلمون عنه. فاي دواء يستعمل اكثر من شهرين او ثلاثه هناك خطوره مضاعفات، وبالذات على الكليه وعلى الاجهزه الاخرى في الجسم. انما حتى الان لم يثبت ان اي علاج ناجح يقدر. طبعا الفرنسيين يو عملوا ضجه على حالتين من الحالات، استعملوا فيه ماده اسمها سايكلوسبورين. سايكلوسبورين هذا طبعا كان يعتبر ولا يزال ثوره بالنسبه لزراعه الاعضاء، لأن أحد المشتقات المستعملة لاستمرار عدم لفظ القلب والكبد وحتى بقية الأعضاء من الجسم، ونجح نجاح جيد، والدكتور ستارزل تكلم عنه في قطر تكلم بشكل جيد عنه. فالفرنسيين قالوا ما دام هذا الدواء يوقف نمو الخلية تي اللي احنا قلنا عنها توه، إذا ممكن يوقف انتقال الفيروس. فقام استعمله على نفرين. الحقيقة المضبوط الكلام العلمي الأمريكان قالوا لهم لا تقولون الكلام دي قبل لا تتأكدون. في الحقيقة الجماعة اللي سووا المؤتمر الصحفي واحد من المرضى مات قبل يسوي المؤتمر الصحفي، ما قالوا عنه، والمريض الثاني بعدين توفى بعده بأسبوع. فبين أن هذه طبعا الدواء لم ينفع حتى الآن، كلام صريح. وهذه خطورة الأمراء الشيء أنه لا يوجد دواء لهذا المرض. دكتور عبد الله، طبعا احنا لسنا بصدد التهويل، ولكن إذا صحت ما قالت التقارير بأن الحمى الإسبانية قتلت ما يزيد عن 20 مليون، والكوليرا قتلت يمكن 1 مليون روسي، فهل تعتقد أن الإيدز سيسير بنفس الاتجاه؟ إذا ظلت الممارسات الخاطئة ولم يتغير الانحراف في السلوك البشري، هذا الأمر حتمي سيكون. لأنه كما بينت أنه لا يوجد علاج، وبنقول بعدين أيضا لا يوجد إمكانية تطليع طعم حتى الآن. ما دام السلوك الشاذ منتشر، إذا احتمال أنه ينتشر بشكل وباء عالمي، وكبين أمريكا بالتقدم اللي هي فيه وأوروبا هم اللي قاعد ينتشر فيهم المرض، فما بالك حتى لدرجة أنه في أحد الكتاب كاتب في مجلة عالمية United Nation أنه يا حول المفاجأة لو انتشر هذا في البلدان النامية. وفعلا انتشاره لو دخل في أي بلد نامية يعني ما أعتقد أنه في إمكانية مقاومته. فلذلك يجب أن نكون على استعداد، وأنه هذا المرض أعتقد أنه هو خطير، ولابد أن يكون هناك تفهم كامل. الحل الوحيد للناس أن نوعيهم عليه ما دام ما في علاج، لأن احنا حنكون صفر اليدين. فلذلك التوعية من الضروري. الناس كله، أنا ودي لو التلفزيون والإذاعة والصحف
ما يمر يوم ما يكتبون ويقولون عن هذا الشيء، حتى يظل الإنسان متنبه حتى الأشياء الصغيرة. الآن في دراسات وكلام كل يوم في تطلع عن حتى الأشياء الصغيرة اللامسة، يدي ما يد كله، والمفروض نتكلم عنه للناس ونقول لهم. هو المشكلة دكتور أنها هي حتكون وباء اجتماعي في ظل السفر الكثير والممارسات الغير شرعية، خلنا نسميها مثلا غير شرعية بالنسبة للأزواج، فيأتون إلى المجتمع ويصاب بها النساء الأبرياء يعني والأجنة، فهذا يعني يؤثر على الجيل القادم كذلك حسب هو. أكيد، لأنه هو أن الأكثر بعد يعني الآن طبعا معروف أنه المرض ينتقل باللعاب، نعم، وينتقل عن طريق الدم، وينتقل عن طريق السائل المنوي، لكن أيضا دراسات أخيرة نشرت على 5 حالات انتقل لأطفال عن طريق الحليب الأم، ينتقل عن طريق المشيمة. فتصور هؤلاء الأطفال الأبرياء شدمهم يطلعون لهذا العالم مرنين بمرض سيؤدي لوفاتهم. نعم. بالإضافة دكتور يعني حسب ما أشعر يوجد كذلك أعراض اجتماعية من ناحية عزلة المريض ونفور الناس منه عندما يصاب بالمرض، عزلة حتى في المدارس بالنسبة للأطفال. إيه إحنا طبعا لابد أن نقول الكلام دي يعني. نعم. إنما وبحذر. نعم. يعني المعلومات الصحية حتى الآن، نعم، تؤكد بأن انتشار المرض يأتي عن طريق هؤلاء السوائل، وضيف على الحليب أخيرا اللي مصابين الأمهات. نعم. ولم تثبت التجارب العلمية حتى الآن أو الدراسات اللي نشرت بأن المرض ينتقل بطريق آخر غير هذا الشيء، لكن يظل العلماء يحذرون الناس بأنه احتمال انتقاله عن طريق اللمس أو عن طريق اللعاب وارد إذا وجد في جو مناسب الميكروب. يعني مثلا القبلة الطويلة مكتوب عنها. نعم. أن لو عملت جرح في الفم واحد مصاب واللعاب ممكن يصيد الدموع. نعم. الآن أيضا حتى لدرجة الآن كلام مثار على قضية العدسات اللاصقة. نعم. أنه ينبهون الأطباء في العدسة اللاصقة أنه يجب أن يكون العدسة اللاصقة اللي تصب المريض تكون معقمة. نعم. وما استعملت لأحد آخر في قياسها، وأنه المريض نفسه أو الشخص يجب أن يكون دائما يعقمها ويهتم فيها. احتمال الدموع ما توصل ما تجيب، لكن لو في جرح وفي دموع فيها ميكروب أو فيروس ممكن ينتقل منه. نعم. إحنا طبعا الملامسة للناس والسلام عليهم والاحتكاك فيهم والقعدة معهم في المدارس والمقابلات العامة والقعدة معهم، طبعا هذه أشياء اجتماعية حتى الآن العلم لم يقل. لكن إذا احنا عرفنا أن في واحد من المجموعات الخطرة وهو فعلا يعني لا يريد أن يغير هذا السلوك البشري، احنا ما لازم نجامل أبدا، لأنه هذا مسألة حياة وموت بالنسبة لنا. دكتور عبد الله، في سياق ما قيل عن أسباب المرض، طبعا مثل ما تفضلت أن انتشر أول في أفريقيا وانتقل إلى هايتي، في بعض المحللين رأوا انتشاره في هايتي وبالقرب كذلك من مثلث فرمودا، المثلث العجيب، يقال أنه لا علاقة بالحضارة. طبعا فيقولون لماذا لم ينتشر في الدول المتحضرة مثل الاتحاد السوفيتي وروسيا إذا كان والولايات المتحدة إذا كان متعلق بالحضارة. في نفس الوقت يرد الفريق بعد يقول أنه انتشر في أفريقيا وهم أقوام بدائيون، لماذا لم ينتشر في العهود الرومانية والسحيقة والتي يمارس فيها كذلك الشذوذ، فما رأيك؟ هو مرض الاثنين. أنا ما أقدر يعني ألوم الحضارة وأحملها فوق طاقتها. نعم. لأن الحضارة إبداع. نعم. هو الشذوذ والسلوك الخاطئ اللي موجود نتيجة للحرية الزايدة هو اللي سوى هذا انتشار هذا المرض، والحضارة بريئة من هذا الشيء. نعم. إنما طبعا البقية الرجعة لأفريقيا طبعا أيضا الفقر والمشاكل، حتى لدرجة الأفريقيين لا يلامون، أنه الحقيقة حتى وصل العالم لما ناقشوهم من كثر الأمراض في أفريقيا حقيقة لا يوجد فعلا إمكانية أن يعرفون هذا كان إيدز ولا غير إيدز، يكتشفوا لهم الأوروبيين والأمريكان. نعم. من كثر موجود طفيليات، أمراض البعوض، أمراض الذباب، أمراض مختلفة في أفريقيا. نعم. ما عندهم إمكانية كان يعرفون المرض في السابق. وهذا طبعا أيضا مرض الفقر في نفس الوقت. يعني دكتور طبعا إحنا يجب أن نتنبأ للمستقبل كما ذكرت، فما هي الاستعدادات التي تقوم بها دولة قطر أو وزارة الصحة العامة لمواجهة هذا المرض وما يطلقون عليه المرض الذكي؟
اولا انه في وزارة الصحة يعني في استعداد حاليا بتوجيه الجهاز الصحي ككل الى خطورة المرض واتباع التعليمات اللي تصدر من منظمة الصحة العالمية او المنظمات الدولية اللي لها خبرة، وطبعا توزع هذه النشرات الان في المختبرات وفي الاقسام وفي الرعاية الصحية الاولية. ونقوم جميعا بالاشتراك مع بعض بتوجيه محاضرات توجيهية للجماعات الدولية، ونحاول ايضا وانا واحد منهم ان نثقف الناس. هذا جانب من اهتمام وزارة الصحة. الجانب الاخر طبعا وزارة الصحة ايضا ومستشفى حمد وعوا بان من الضروري أن يكون في استعداد لكي نكشف على الدم المستعمل في قطر. طبعا ما دام جينا للكلام هني لازم نكون صريحين في الموضوع. وهو لمصلحة الناس احنا طبعا نستورد الدم من الخارج. استوقف دكتور لحظة، الدم كم سنة يبقى مجمد؟ التجميد غير التبريد. التجميد بالإمكان يتم سنوات، لكن التبريد اللي احنا نستعمله لنقل الدم الحالي اكثر من 3 أسابيع يفقد الدم قيمته، وبالذات الكرات الدمويه الحمراء تقل 40% من قدراتها. انها بالتجليد وجد، لان هذا صار استعملوه في غش الرياضيين، بالتجليد وجد انه 15% فقط يفقد من قيمته ويظل محتفظ بشيء، انما التبريد لا. فنقول عن الدم، احنا طبعا نستورد الدم، ومعروف انه احنا نجيب من امريكا دم. وحتى مارس من هذا العام لم تطلع الآلة 85 الأول تجربة للآلة اللي تكشف عن الدم إن فيه مصاب أو غير مصاب، جربت في مارس 85. يعني الدم اللي قبل هالشكل لم يجرب. من الأمثلة في أمريكا السنة عندما عملوا التجربة في مارس 85 حتى جولاي عملوا فحص على 1.1 مليون، على مليون يعني على 1,100,000 عينة من الدم، وجدوا فيهم 0.25% فيه مصاب بالفيروس، يعني 2,500 من 1,100,000. طبعا عدد يعتبر 1,100,000 قليل، لكنه يصيب الإنسان بالذعر بأنه 2,500 ذي لو كانوا مصابين ما يعرفون عن نفسهم. فإحنا من الضروري، ما ندري هذول اللعيبة اللي انتقل الدم اللي يأخذوه. فإحنا من الضروري انصافا للناس وحقهم ان احنا في المستقبل، وهذا مستشفى حمد كانت واعية عليه وطلبت الآلة وموجودة في مستشفى حمد حاليا، انما لم تشغل حتى الآن. احنا مش متأخرين، انا قلت كلام دي البرنامج الانجليزي. لان انجلترا بنفسها دخلت آلة في اكتوبر، يعني احنا مش متأخرين، بالعكس احنا up to date، يعني وصلنا احنا في المرحلة الحديثة. وطبعا الآلة حتى يكون نتائجها، يعني في حذر في التفسير، فيه لابد ان احنا نجربها، والتجربة قاعدين يقومون الأخوة في شحمة تجربتها، ومن المحتمل أنه في المنتصف الأول من يناير ستكون الآلة جاهزة. وينصح حتى ما يصير يعني بلبلة، مش مشكلة، يعني ينصح، لأن أصل المرض قلنا أنه فترة الحضانة فيه من 2 إلى 5. أيه. احنا ننصح، أنا أقول يعني هذا رأيي الخاص. وأعتقد الأخوة الزملاء في مستشفى حمد ووزارة الصحة يعتقدون معي لمصلحة الناس، بأن الجماعة اللي خذوا دم من 82 حتى أبريل 85، لأن احنا سألنا مركز الدم في أمريكا اللي يبلنا، قلنا لا متى بدأوا تسوون تجربة لنا، قالوا لنا في 15 أبريل 85 أول دم كشفناه لكم، ومن ذاك الوقت دمنا سليم. يعني المرضى اللي خلوا دم، اللي خلوا دم. طبعا الجماعات الخطرين في المستقبل أيضا مرضى الهيموفيليا، وعددهم على الأصابع في قطر، احنا نعرفهم بعضهم، وهم بعضهم يكونون برع راحة وسافروا، فيرجى منهم إن يجون، هم 5 أو 6 ما يزيدون عن العدد، إن يجون يتأكدون بس لمصلحة موجودة. المصلحة في هالشيء هو أنه ذولي ما عليهم أعراض، لكن مجرد إصابتهم بالفيروس ينقل الفيروس لأي شخص. الهدف الأساسي من ناحية الإنسانية أن احنا نقول لهم، وهم يقولون لنفسهم بقناعة، أنهم لا يصيبون الآخرين، لازم ما تحمل زوجته ولا يخالط زوجته إلا بعد التأكد من كل شيء، أو حتى يعني هذه أشياء يقررها، لأنه حتما حتأخذ الميكروب منه، وحتما سينتقل للجنين، وهو يقرر هذا القرار بينه وبين نفسه. في بعض الجماعات الأوروبية سألوهم في التلفزيون البريطاني، أنا شفت لو حنشوف الشيء عنه، وشفنا بعدين عن محلات ثانية، وفي مقالات قرأناها
جماعات ذول اللي ياخذون الأدوية أو العقاقير المخدرة، والجماعات اللي يزاولون الشواذ الجنسي، يقول لك احنا المجتمع غير مهتم فينا، ليش نهتم فيه؟ فهذا طبعا منطق غلط وخاطئ. احنا نريد نقول حق الجماعة ذول على الأقل لما ينعرفون في المستقبل سيمنعون انتقال المرض، ننصحهم لما يروحون دكتور الأسنان يقولون دكتور الأسنان، احنا عندنا دكتور الأسنان يستعمل بعض الأحيان آلات تنظيف. نعم. آلات تنظيف تطلع دم، والدم يتمز باللعاب، يمكن طبعا التعقيم مو بالدرجة ذي فينتقل الشرح. طبعا الآن في تنبيه بس في حمد إلى الأسنان بالذات أنه نعم. يعقمون الآلات تعقيم مضبوط. طبعا احنا طبعا الحمد لله ما نستعمل الحقن إلا ذات الاستعمال المفرد، وفي نفس الوقت نخلي الجماعات ذولي أيضا يكونون حذرين من تعاملهم في المجتمع، إنما طبعا ما ينعزلون على المجتمع. هذه مستشفى حمد مستعد للعملية ذي، وفي فريق موجود، وأول ما تبدأ عملية استعمالها سيطلع للناس تباعا التعاليم الحديثة اللي طلعت، ماذا يعملون، كيف يقاومون المرض، كذا اللي حنتكلم عنها بعدين إن شاء الله. هو دكتور إذا سمحت لي، أحد الأوجه اللي ممكن تقاوم فيه المرض وانتشاره توجيه الشباب كذلك، يعني الشباب الناشئ. طبعا عندنا والله الحمد أندية جميلة وجيدة، وهنالك اهتمام كثير بمناحي الرياضة والثقافة، فالشاب طالما توجه سليم يتهيأ لي بيبتعد عن ذي الأمور، ولا ايش رايك؟ حتما. أنه طبعا وجود أماكن مثل النوادي اللي عندنا وبرامج مثل البرامج الرياضية اللي عندنا واهتمام الشباب فيها له دور كبير بالنسبة طبعا أنه الشباب يقضون أوقات فراقهم. نعم. ويبتعدون عن الانخراط مع المجموعات المنحرفة، سواء كانت في الشواذ جنسيا أو كانت بالنسبة للجماعة اللي يستعملون المخدرات. نعم. أو حتى التدخين في السجائر. طبعا أنا متأكد أنه الرياضة كدور، يعني كدور حضاري، تستطيع أن تلعب دور كبير بأن فعلا تقضي على وقت الفراغ عند الشباب. نعم. وبالتالي تقضي على الممارسات الخاطئة وتحسن من سلوك الفرد، وهذه دراسات موجودة عليه. دكتور، على المستوى الخليجي هل هنالك بعض الإجراءات؟ حتما. الأمانة العامة الصحية لدول الخليج العربية نعم. ماخذ علم بالموضوع ومهتمة اهتمام جدي لمعرفتي أنا طبعا. وهناك اجتماعات حصلت على هذا الموضوع، لكني طبعا من هذا المكان ودي أنا أقول للجماعة أن يأخذون الأمور بحزم. نعم. أنا أعرفهم اللي في الأمانة كلهم حازمين، واشتغلت مع أكثرهم. نعم. وبالذات الأمين العام، أن يأخذوا الأمور بحزم، وأن قراراتهم يجب أن تكون حازمة، لأن المرض لو جاء عندنا يعني في خطورة على مجتمعنا، والمسؤولية الصحية لمجتمعنا مناطة فيهم. نعم. وأن قراراتهم لا في مجاملة فيهم. يجب أن تكون حازمة، وأنا متأكد لدرجة مثل الإمارات طرحت أن تكشف على خدم البيوت. نعم. لربما طبعا هذا فيه احتمال وجهات نظر في الموضوع، يعني كل واحد له رأي في الموضوع، لكن إذا الإخوة في الأمان العام الصحي لدول الخليج وجدوا من خلال دراسات لازم تكون علمية، لأن ما عندنا نركض نقول تعال يوم القدام كلهم وفحصوا عليهم. نعم. يعني يصير ما يمكن عمل غير منطقي، يمكن مثلا الهند يمكن ما فيها. نعم. سريلانكا ما فيها، يعني مو معقول على يود كل واحد خادم او شيء، يعني هو الاصح ان احنا نود اليوم الخارج من الدول الاوروبيه وامريكا. نعم. لكن في عوامل اخرى صعبه ان احنا نسويها. هو يعني ان احنا نقول انه الامانه الصحيه انا متاكد وواثق انها بدات تركز تركيز جيد، وان شاء الله طبعا المؤتمر القادم للوزراء صحه دول الخليج في يناير سيكون، وهذا المؤتمر حتما أنا متأكد سيضع في الأولويات على قائمته أن يكون دراسة وضع الإيدز، ويستعد له حتى يقي مجتمعنا من المرض الخطير اللي إن شاء الله ما وصل حتى الآن. احنا نأمل أن يكون ما وصل دكتور، ولا يصل إن شاء الله. ويعني في الختام احنا ما ودنا إلا نقول يجب أن يستقيم الشباب، وهذا أنا أعتقد الاستقامة هي إحدى يعني شراع الأمان لوصول الشباب إلى ما يبتغون وتجنب هذا المرض الخطير. في الختام دكتور ما ودك تقول شيء؟ والله أنا طبعا ودي أهم شيء أنه الشباب يكون واعي للعملية ذي. نعم. أنه طبعا ما يحتاج أنصح بأنه ابتعاد عن الشذوذ، لأنه أكيد السلوك الفردي عندنا الحمد لله سلوك جيد، لكن أصحاب السوء كثيرين يجب الابتعاد عنهم. طبعا لما يروحون للخارج ومغريات الحياة الكثيرة يجب أن يضعون في اعتبارهم بأن هناك مرض لا شفاء منه. نعم. مهم. نعم. هذا المرض الذي لا شفاء منه ما عاد لا القوي ولا الكبير عليه، لو كان أكبر إنسان ويصاب هذا المرض
روك هيدسون قلب الدنيا من فوق وتحت وراح انتقل من كل مكان ياخذ أدوية لما هلك. خلاص المرض معروف عنا أولا عندما يصاب الإنسان فيه، حتى الآن لم تثبت أي دراسة أنه واحد شفى. نعم. عندما يصاب الإنسان فيه بالمرض بعد من سنتين لخمسة يطلع عليه علامات المرض. الجماعات اللي يصيبوا فيه من 9 إلى 19% منهم يصيبهم المرض. الجماعات اللي يصابهم المرض وطلع عليهم علاماته 50% منهم يتوفون خلال سنة. فهذه كلها أشياء تؤكد للشباب. أيضا أشياء صغيرة يمكن يمرون عليها، مثلا أنا بغيت أقول أشياء صغيرة، فرش الأسنان نعم ممكن تنقل المرض إذا أحد استعملها واستعمل بعد. أدوات الحلاقة الموس ممكن ينقل المرض لأنه يعمل جرح. نعم. الخل العواد اللي يحطونها في المطاعم دي المكشوفة إما نتيجة ممكن شخص يكون من المصابين قام حك في ضرسه ورجعها رجع مكانه، يمكن يكون خاطئ أو يمكن يكون يريد، لأن الجماعات ذولي بعضهم بالذات الجماعات المنحرفين واللي عندهم مشاكل سيكولوجية ومشاكل اجتماعية منحرفين يقول لك أنا صاد المرض خلي سيد الآخرين. فإحنا طبعا نريد ننبه أبنائنا أنه مجتمعنا سليم الحمد لله حتى الآن إن شاء الله ما في شيء، لكن لما يروحون إلى الخارج عليهم أن يلتزمون بالأخلاق، الأخلاق الحميدة اللي طبعا هي من أصل مجتمعنا، وأن يبتعدون عن هذا المرض الخطير اللي ممكن يؤدي فعلا إلى أنه يتوفى في الإنسان ونقله إلى المجتمع. هو في ملاحظة صغيرة أخيرة دكتور ذكرها بعض الإخوان هنا، يقول لك بعض الشباب يستخدم الأنتي بايتكس ولا حاجة مثل هذه أيوة هذه طبعا زين. إحنا طبعا في دراسات علمية كثيرة على الموضوع، لأن الأوروبي والأمريكان الحقيقة المرض طلع عندهم وعندهم تقدم تكنولوجي فما خلوا شيء لدرسوا. من ضمن هالجماعات السواد جنسيين، خلينا ما دام تكلمنا عن الموضوع دي نقول عنه، الجماعات السواد جنسيين طلعوا لك بطلعات كثيره، قاموا طبعا عندهم زعماء هناك ومنظمات طبعا وعندهم مندوبين في محلات سياسيه عاليه حتى موجودين. نعم. فقال لك ان احنا طبعا بدل ما نسويه بشكل واسع ممكن نخفض العمليه، كلام فاضي، هذه لا يقيم المرض. رقم 2 قالوا انه ممكن استعمال المانعات مثل مانعات الحمل كانوا يستعملونها ليلد وما ليلد ولا شاذي. نعم. لكن العلم قال لهم في مقالات اخيره طلعت تقول لهم ان هذا لا يمكن منع المرض، حتى لو مجرد خرم صغير فيه ممكن يودي. في موانع حمل كانوا يستعملونها كريمات النساء لقتل الحيوان المنوي بعد حاولوا يجربون هذول من كثر ما شغفهم. نعم. يعني هذه خلاص شيء. نعم. في سلوكهم تغير. بعد جاء العلم قال لهم وفعلا اثبتت الدراسات انه لا يغير. فلا توجد فعلا أساليب مهما كانت ممكن تقي الجماعات ذولي من الإصابة بالمرض. وحتى الأنتيبيوتكس استعماله في الحقيقة مضر بدون وجود المرض. مشكلة الأنتيبيوتكس أنه يجب أن يأتي لعلاج نوع من الميكروبات أنواع وأشكال وألوان بعد. نعم. تحت ميكروسكوب، وكل لون ونوع له نوع معين يصيده ونوع الثاني ما يأثر عليه بل بالعكس يخليه يقوى عليه. فلو في الجماعات اللي يأخذون أنتيبيوتكس أو مضادات حيوية على اعتقاد أن يحميهم خاطئين، لو كان العمل كذي كان كلنا مشينا وكل واحد كان أنتيبيوتكس وما سيدنا لا مرض لا إنفلونزا ولا زكام ولا أي شيء. لكن طبعا الأنتيبيوتكس بالعكس تضر ولا تفيد، وننصح الشباب أن لا يستعملونه. نعم دكتور، بعد سؤال صغير يعني ولو أن الوقت داركنا، بعد ما تركب الآلات في مستشفى حمد هل تنصح الجميع بعمل فحص للدم؟ لا ما تنصح. لا أنصح الجميع. نعم. هو طبعا المهم هو أن نحن الآلة التي تستعمل لفحص الدم والجماعات اللي فعلا خذوا الدم للتأكد. نعم. لأنه هذه الآلة مهمة جدا، والآلة اللي عندي في مستشفى حمد متطورة الصراحة، عملتها شركة أبوت، وهو طبعا النتائج فيها في حدود 97% من النتائج الجيدة فيها. احنا طبعا فكرنا انه في المستقبل لو بعض النتائج حتى النتائج الإيجابية على فكرة المستشفى ما يستعجل فيها، راح يبعثها إلى، لأن في آلات الآن كبيرة ضخمة ما نقدر نجيب إحنا، ويفضل ياريت أيضا الأمان العامة أنه دول الخليج لو جابت واحدة منهم مثل الآلة اسمها وسترن بلوك اللي هي ضخمة، وللتأكيد يفضل يعني كمرجع لها. نعم. للتأكد من الإيجابية. نعم. حتى نقدر في الآخر أنه الشيخ طبعا طريقة التبليغ في لها طرق عديدة للإنسان، كيف إحنا في المستشفى حاطين لها أسس كيف. نعم. من يبلغ المريض وعلى أي أساس وكيف طريقته كل الأشياء. نعم. وطبعا في أيضا فايلات خاصة لهم بتكون وتحت سرية تامة بحيث ما يعرف أحد عن المريض نهائيا، لأن طبعا المجتمع لو عرف إن فلان مهما نصحناهم يقول لك إحنا نخاف منه. أيه مثل طبعاً. ما تشوف في الأفلام اللي إحنا طبعا نشوفها. أيه. إنه يقول إنه المريض في إنجلترا في مدرسة الطفل ما قاعدون يمه. نعم. فلان ما يقابلونه كذا. فإحنا طبعا نحاول يكون كل شيء
محاط بالسرية التامة. دكتور بس نذكر الأخوة اللي كانوا مرضى اللي خذوا نقل دم من أي تاريخ ذكر؟ هو من 82 يفضل إلى تاريخ 15 أبريل يفضل هؤلاء الجماعات. يعني إحنا طبعا المستشفى عارف هالشيء وبيجهزون. أنا تكلمت مع المختبر والمختبر فعلا عندهم استعداد والعلاقات العامة عندها استعداد أن يسجلون الجماعات بكل هدوء. يعني مش مستعجل كل واحد اللي صبر فترة يأخذون عنا بشوية شوية بيسوون قوائم مركزة ومدروسة كل واحد في وقت المناسب بصير. دكتور عبد الله ما لنا في الختام إلا نشكرك على هذا اللقاء الممتع والمفيد ونأمل إن شاء الله لمجتمعنا الاستقامة دائما ولشبابنا أن يستقيموا وتكون العلاقات الإنسانية الطبيعية فيما بين المجتمع هو الأساس لبناء المجتمع الواعي الذي ننشده. شكرا دكتور عبد الله.